اعتصم العشرات من تجار مخيم الوحدات أمام مركز أمن الأشرفية في الوحدات احتجاجا على انعدام الحركة المرورية داخل شوارع سوق مخيم الوحدات بسبب اعتداء أصحاب الوسطات على هذه الشوارع، مما أدى إلى إغلاقها أمام حركة المركبات. المعتصمون قالوا إنهم طالبوا أكثر من مرة الجهات المعنية في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة لكن دون جدوى. أنا المختار محمد العدار بالدوايم، مختار مخيم الوحدات. يعني هذا الاعتصام قاموا به تجار بناء على الفوضى التي أصبحت والبسطات العشوائية في شوارع المخيم وفي المداخل الرئيسية للمخيم ومنطقة سوق الخضار والشارع التجاري في المخيم. مطالب أهالي المخيم تنظيم الحركة التجارية، إزالة البسطات ووضعها في أماكن بديلة. احنا طبعا ان 10 سنين حوالي بنطالب في حقوقنا اللي هي اقل اسوأ اسهل اسوأ اسهل مطالب اللي هي فتح السير لاهل المخيم. تيجي سيارة اسعاف، تيجي سيارة اطفائية، من ضمنها تنزيل حمولة السيارات، الناس المشاة كمان مسكر عليهم الطريق. هذه اسهل مطالبنا، فتح سير وسيارة امن عام اللي تحمي المخيم او الناس الموجودة من المشاكل. احنا بنعيش حالة حاليا من الفتونة والزعرنة، شوارعنا زي ما انت شايف مغلقة، اذا واحد بصير معاه حالة اغماء وبيجي سيارة الاسعاف بموت وما حدا بينقذه. عندنا عروس اذا بدها تتجوز بيحملوا لها بالعرباية بنقلوها على الشارع. عندنا وضع مأساوي هنا المخيم. احنا بنناشد جلالة الملك عبد الله الثاني كمان مرة والمسؤولين انه يرفعوا الظلم القائم عنا في مخيم الوحدات، واحنا بدنا صوت القانون علينا ويمشي القانون علينا، مش يمشي حكم الزعران والفتنونة والزعرنة في مخيم الوحدات. وبحسب المعتصمين فإن هذا الاعتصام الثاني جاء بعد تكرار الاعتداءات عليهم من قبل أصحاب البسطات، مشيرين إلى أن أصحاب البسطات يقطعون أرزاقنا كل يوم، إضافة إلى المشاكل المتكررة بين أصحاب البسطات فيما بينهم. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.